يعني احنا عندنا متعودين بالكويت نتمشى نشوف قطاوه نشوف كلاب، ولكن بالشارع تشوف فيل قاعد يتمشى هذه بس تصير بالهند. عشيانا انتهت رحلتنا في كيرلا الجميله المميزه بطبيعتها واهلها، والحين متوجهين الى بنغلور. انا هاتميري الحين ناخذ لنا بريك صلاة. بعد رحلة أكثر من 10 ساعات بالباص وصلنا حق فندقنا. وصلنا شارع ام جي رود، واحد من اشهر الشوارع حق التسوق في بنغلور. طبعا الشارع وايد طويل في كل المحلات تقريبا عالمية، والحلو بسوق بنغلور انه جدا ارخص من الكويت، وتوصل تقريبا اسعار البضائع الموجودة هني لربع اسعار السوق اللي بالكويت، طبعا كلها اصلي. من الفواكه اللي مشهورة في البلدان الاستوائية اسمها جاكوبوت، هذه مستوية حيل وهذه نص مستوى، هذا عبارة عن عيين نفس البوري، ومنها تحط يحشيها في اكثر من نكهه. طنقة بالملح والفلفل حلوه جيبه وايد حلوه. نسميه ليك يا بوليك. يلا كنا عنب على زيتون. هذا من ضمن التجهيزات اللي يحطها المعرس حق العروس، جبت صابون، فرشة، مشط. هذا الحين قاعد يجهز لنا الفان عشان نجربه. هذا هني وصلنا شارع البهارات. عبد الله هذه الأشياء كلها لما تنقلي تصير بطاط. طبعا عبد الله هذه كلها انواع السمك لكن مجففه، هذه جوز الهند تكون نوعا ما مجففه سهله بالقص والاكل. السلام عليكم. السلام عليكم. فيصل تني داش بيت اكلت